بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أعضاء الجمعية العمومية للجمعية العربية لمرافق المياه، أسعد الله مساءكم. الظروف الجوية اللي حصلت جعل كثير من الإخوان في المرافق العربية لم يتمكنوا من الحضور، وبالتالي لجأنا إلى موضوع الديليجيشن اوف باور، يعني تكليف المرافق الأخرى من ضمن البلد الواحد. فلدينا عدة توكيلات من كل من اليمن وجمهورية مصر العربية، طبعا عطوفة أمين عام سلطة المياه وأمين عام سلطة وادي الأردن، لديه أيضا تفويضات بالمرافق الأردنية اللي ما تمكنت تيجي، وأنا لدي تفويضين مكتوبات وخطيات من مندوب المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وطبعا باقي المرافق من ليبيا وتونس. المفروض يكون معنا الأخ مندوب الجمهورية الجزائرية يكون معنا موجود. في كان اعتذار من أخونا من مندوب المغرب المهندس سمير بن سعيد، واعتذار أيضا من مندوب الكويت. حقيقة بعض الدول العربية نتيجة الأوضاع اللي بتعرفوها كسوريا يعني فقد الاتصال منذ فترة معهم، وكما فهمنا أنه حتى المندوبين يعني ناس راح يمين وناس شمال، وأنتم فاهمين شو قصدي بالترتيب. فضمن التوكيلات التي لدينا، لدينا توكيلات تزيد عن الجمعية النصف زائد واحد من الجمعية العمومية للجمعية العربية لمرافق المياه. جدول أعمالنا هو بسيط. الأول نطلب طلب من مرافق المياه العربية في المنطقة الواحدة تسمية مندوبهم في الجمعية العربية في مجلس إدارة الجمعية العربية لمرافق المياه. بدي بداية أطلب من سعادة نائب رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة شركة المياه القاهرة الكبرى المهندس محمد عبد الرحمن أنه يتفضل يعطينا كلمة توجيهية بهذا الموضوع. شكرا محمد، بنرحب بحضراتكم. وللأسف شديد أنه غياب بعض الأعضاء يعني أثر علينا شوية، كنا نتمنى أن يبقى الحضور كامل إن شاء الله، لكن البركة في الموجود بإذن الله يا رب. هناخد حضرتك من البداية اختيار المندوبين، تفضل. بداية يعني وليس ما بنقدم ناس على بعض، نحاول نرتب أبجدي. مندوب المملكة الأردنية الهاشمية، ماذا اتفقت المرافق الأردنية على تسمية مندوبها في مجلس الإدارة؟ وقف. أنا المهندس سعد أبو حمور أمين عام سلطة وادي الأردن، ممثل مرافق المياه الأردنية، عضو بالمجلس إدارة أكوا. أهلا وسهلا بالمهندس سعد، وأنا أكد لي معالي الوزير قبل خروجه برغبته بترشيح المهندس سعد أبو حمور أمين عام سلطة وادي الأردن كممثل لمرافق المياه الأردنية، وهي سلطة المياه، سلطة وادي الأردن، وزارة المياه والري، شركة مياه العقبة، شركة مياه اليرموك، وشركة مياه هنا. فأهلا وسهلا. مندوب الإخوان في تونس، لا تأخذوني على الترتيب، أنا مش حافظ كثير ألف باء، تفضل. شكرا سعد الصديق، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس، وبالطبع ترشح لنيابة المرفق المياه سونات بتونس. شكرا. طبعا نحن لدينا عضوين من جمهورية تونس، المركز للتطهير وسونيد، سونيد وأونيس أوناس. فالأخ سعد الصديق بنرحب فيه،
لأنه أجا بعد صديقنا عضو مجلس الإدارة الذي تقاعد سيد علي بالحاج. فأهلا وسهلا بك بين زملائك وأهلك وأصدقائك، ونسمي المهندس سعد صديق ممثلا لمرافق الجمهورية التونسية. إخوان في فلسطين، مساء الخير. أحمد الهندي، مدير عام في سلطة المياه الفلسطينية. سلطة المياه واتحاد مقدمي الخدمات بسمو المهندس منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه الساحل كعضو مجلس إدارة. طبعا أنا وصلني كتاب خطي من اتحاد مقدمي الخدمات، اتحاد مقدمي الخدمات الذي يضم معظم بلديات دولة فلسطين اللي هم بيقدموا خدمات المياه، وسمت المهندس منذر شبلاق. لكن للأسف كما هو العادة سلطات الاحتلال رفضت تخرج المهندس منذر من قطاع غزة، فإحنا منحييه من هون، منرحب فيه عضو في مجلس إدارة سلطة المياه، ونشكر أخونا عماد الزير اللي رافقنا على السنتين الماضيات اللي كان يمثل دولة فلسطين. ساعدوني مين بال لبنان. لا لا بال إخوان في جمهورية لبنانية. مساء الخير. جوزيف نسير، مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان وعضو مجلس إدارة بالأكوا. نحن الأربعة الممثلين بالأكوا سمينا زميلنا مارون مسلم مدير عام مياه لبقى ليمثلنا بالأكوا، وشكرا. أنا بدي أشكر كمان أخي وصديقي جوزيف بيك على جهده في السنتين الماضيات ومشاركته الحثيثة أيضا في تطوير البزنس بلان. وبدي أشكر الديمقراطية التي تتمتع بها لبنان، إنه هلا الأربعة تداوروا على الجمعية. فأهلا وسهلا أخونا مارون، والأخ مارون يرأس شركة مياه البقاع اللي حقيقة هي مساعدة، بحاجة للمساعدة والجهد الكبير منا كنا وبالجمعية العربية لمرافق المياه. فأهلا وسهلا بك. ليبيا ولا اليمن أول؟ المهندس محمود فرج دوره ممثل مرافق المياه بليبيا ومندوب عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وممثل ليبيا بالجمعية. شكرا. أهلا وسهلا ومنرحب فيك مرة ثانية بالجمعية، ونأمل إن شاء الله أنه الأمور عندكم تهدأ ونقدر كمان نساهم كلنا في يعني رفع سوية الخدمات في ليبيا. الإخوان في اليمن. أنا المهندس توفيق عبد الواحد الشرقبي، وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه، مرشحنا لمجلس إدارة الأكواء المهندس نبيل الوزير مدير عام المؤسسة المحلية بأمانة العاصمة. شكرا. أخ نبيل، ممكن تعرف حالك توقف؟ المهندس نبيل الوزير مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا، مرحب فيك أخ نبيل. وحقيقة هون إحنا بدنا نشكر جدا أخونا المهندس إبراهيم المهدي اللي مشي معنا لمدة 6 سنوات في منذ تأسيس الجمعية كممثل المرافق اليمنية، فإحنا منحييه من الهون ومنشكره على جهده، ونتمنى لأخونا نبيل كمان التوفيق في مجال خدمة الجمعية. عمان، الإخوان في عمان. إحنا قاسم بدنا نسميك عبد الباقي. ممثل الهيئة العامة للكهرباء والمياه، عضو أكوا.
أهلا وسهلا مرة فيك مهندس قاسم، وإن شاء الله ربنا يقدرنا نتابع مع سوا إنه نخدم قطاع المياه. الإخوان في الشركة القابضة جمهورية مصر العربية. مساء الخير جميعا، أحمد معوض شركة قابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية. يسعدني أن أنا أسمي الأخ الزميل دكتور إبراهيم خالد ممثلا للشركات التابعة، وبنتمنى له التوفيق إن شاء الله. شكرا. بداية بدنا نقدم بالشكر الجزير إلى الأخ الكبير ورفيق الدرب المهندس محمد عبد الرحمن اللي ساهم معنا منذ أول يوم في تأسيس الجمعية، والداعم الكبير إلها في كل نشاطاتها. وإحنا منقول كمان نرحب بالأخ إبراهيم خالد وبأهل الصعيد معك، والله يقدرنا إن شاء الله نشتغل مع سوا. شكرا لكم. أعطوا الميكروفون للأخ إبراهيم. دكتور مهندس إبراهيم خالد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وأنا بشكركم على الثقة الغالية ديت بالنسبة لإخواننا المصريين، وأتمنى أن تكون حسن ظن الإخوة العرب كلهم جميعا إن شاء الله. وبشكر محمد بيه عبد الرحمن، وبشكر خلدون بيه خشمان، وبشكر أحمد بيه عزام. أشكركم جميعا، وأتمنى أن ربنا يوفقنا جميعا لخدمة بلادنا جميعا يا رب، ونحل المشكلة العظمى اللي مواجهنا جميعا، مشكلة المية. شكرا. شكرا لك. طبعا أنا لدي رسائل من عضو مجلس الإدارة في السعودية الدكتور وليد عبد الرحمن، اللي فوضني فيها أني أمثله في الجمعية في مجلس الإدارة بالتصويت، وهو رشحوا أنه يبقى ممثل المملكة العربية السعودية. كذلك مرشح أو عضو مجلس الإدارة عن الجمهورية العراقية المهندس لؤي علي مسلم، اللي أكد أنه هو ممثل المرافق العراقية، ولكن ظروف في العراق الحاصلة لم يتمكن من الحضور، وبعث لي تفويض رسمي أنا كأمين عام أني أمثله في مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة. فإذا لدينا الأخ دكتور وليد عبد الرحمن يمثل المملكة العربية السعودية، والمهندس لؤي علي مسلم يمثل جمهورية العراق. لم يردنا ما يغير مندوب الجمهورية المملكة المغربية، فأخونا المهندس سمير بن سعيد هو اعتذر عن الحضور، ولكن هو ما زال يمثل مرافق المغربية في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، فنسميه ونؤكد على أنه ممثل المرافق المغربية. الأخ من موريتانيا هلا كان معنا. أيوة، لا تأخذنا بطل الواحد يشوف يعني. محمد السويدات ممثل الشركة الوطنية للماء لدى الأكوا، وممثل الجمهورية الإسلامية مرافق المياه الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الأكوا. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. طبعا أخونا خليفة المنصوري آخر ممثل البحرين آخر ساعتين، ولا كان حاضر مع أهله كمان. هو ما زال لدينا الخطاب الرسمي ويعتذر عن عدم الحضور، وكان المفروض يبعث لأخونا كما اتفقت أنه يا قاسم تفويض، لا أعلم إذا وصلك شيخ. إذا نعتبره يعتذر، بس ما زال هو ممثل المرافق البحرينية، وبهديكم كل السلام والتحية. طبعا بالنسبة لسوريا، يعني احنا كان السيد يسار هو ممثل مرافق السورية، نأمل ربنا يهدي وضعهم. احنا من 3 سنين يعني من سنتين تقريبا لم نستطع حتى الاتصال، فيبقى مقعد سوريا
موجود، وإلى أنه ربنا يأخذ بيدهم وتستقر الأوضاع. هذا ما كنا نقوله دائما في تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة العربية على الجمعية العربية لمرافق المياه. يعني نحن يجب أن نحمد الله كثير كثير إنه ما زلنا إحنا واقفين على رجلينا ومنشتغل في ظروف البعض لا يستطيع أن يخرج من وطنه. ففي هذا الظرف الاستثنائي يعني نقول إنه العقد اكتمل بالنسبة لمجلس الإدارة وتسميته. يبقى الترشيح للفئات الأخرى. الأول مندوب وممثل مرافق المياه، مندوب القطاع الخاص العامل في المياه. من يود الترشيح؟ أو من يرشح من؟ السلام عليكم، جهاد أبو جاموس، ممثلة القطاع الخاص للدورة السابقة بأكوا. تم الاجتماع مع القطاع الخاص الموجودين والممثلين بالزملاء، وتم الاتفاق على أني أستمر إن شاء الله بالدورة الجاية. أهلا وسهلا، ممكن يرفعوا لي إيديهم الحاضرين؟ مبروك. وحقيقة يعني المهندس جهاد قطاع خاص وجندر زي ما بيحكوا، ولكنها قادت مجموعة التوعية بشكل مميز، واستطاعت عبر السنتين الماضيات تصدر فلاش نيوز دائم أعمالها في الموجودة في البوث، هي وفريق العمل طبعا تعليش جمانة، أعمال مميزة ساهموا في إصدار الدليل الإرشادي لل public awareness اللي أصدرناه في الجزائر. والآن إحنا في صدد تسليم كل الكوميونيكيشن والماتيريال للجمعية العربية لمرافق المياه، أن تكون من خلال الكوميونيكيشن ديبارتمنت والpublic awareness. فإحنا من أيهم، وبالمناسبة معظمهم ستات يعني، فتحية لهن. بالنسبة لممثل المنظمات